لوكا مودريتج، مسعود اوزيل الذي يصول ويجول هو الاخر من الناحيه اليمنى. تعود الكره من سامي خضيره، مارسيلو يتقدم يتوغل الخطيره للريال. جول 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 جول. اول اهداف ريال مدريد في هذا النهائي، مارسيلو يزور شباك الهداف والمهاجم والحارس الحالي للبلوز بيتر سيش. مارسيلو توغل، استلم، روغ، وروغ من روغ البرازيلي الثاني مواطنه راميريز، وروغ كذلك المدافع غاري كايل، مر وسدد باتجاه المرمى. راميريز يا مبدع، من اين لك كل هذا يا راميريز؟ شوف، واحد اثنين، روميو لوكاكو، مرت وعدت. اوب 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 يا راميريز، راميريز يمضي، ولا اجمل ولا احلى. يا له من نهائي، يا له من مباراه. والله يا راميريز رائع، ذكرتنا بالاصابه التي سجلتها في شباك فالديس ومنحت تشيلسي فرصه. البيتشو سير 7 على تنفيذ الكره الثابته. شوف، هذه مباراه وديه، بالله عليكم، هل هذه هي مباراة ودية؟ لا أعتقد. شوف درجة التحدي والصراخ بين اللاعبين، بين لاعبي الفريقين، خاصة بين بيبي وكذلك جونتيني. نتابع كريستيانو، ممتازة، جول با 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 جول. لا يتقنها إلا هو، لا يفعلها إلا هو، لا يسددها إلا هو. السير 7 يمضي الهدف الثاني للريال. الله يا كريستيانو، سددها قوية، صوبها باتجاه المرمى. لا يمكن يا بيتر ساج وأنت متقدما بخطوة أن ترد وتصد وتشد هذه الكرة، تنتهي في الشباك، يركنها ركن، يركنها ركن. الدون كريستيانو رونالدو على التوالي في مبارياته الودية لهذا الموسم، سيكون ذلك لأول مرة، مثل ما هي المرة الأولى التي يزور فيها الريال هذه الولاية الأمريكية فلوريدا. وهذه كورة، جول 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 من الدون كريستيانو رونالدو. رونالدو برأسية وكأنه ضربها بأقدامه، أتى إليها بسرعة البرق ووصل عليها بلمسة، بهمسة. يا لها من كرة رائعة، هنا التوزيعة في منتهى الروعة من إيسكو نحو كريستيانو. حطم، دمر، أضرب، هدم، والعب على أعصابه يا كريستيانو. رونالدو رونالدو رونالدو، دمر، هدم، حطم، مزق الشباك مثل ما شئت، وسجل الأهداف مثل ما تشاء، وترمي وتحب يا كريستيانو. كيف لا يفرح أنصار الريال، كيف لا يفرح حسام شابي وأيوب حمدي؟ كريستيانو رونالدو برأسية في الشباك تهز كيان